حليلك يا حليلك يا تفتري احساس. دكاننا كان مليان فل، الا دي ما فيها زباين وما فيها ناس زي الناس وناس انا ناس. انا ماشي اشتغل في حته تكون راغيه تقدر المشاعر الجياشه بتاعتي، لكن تبدي غلطتك ده كله من الدين. يا رب يا اخي انت ما عندك شخصيه شكلك. والله ما تقاني ولا اي حاجه. كيف هذا؟ والله قال لي ابيض. لا ابدا. قال لي باي صاحبي لكن انت قلبك اسود. اسود من الاسود ذاته. يا اخي انت كان ما عارف يا اخي اساسا تسوق النسوان يا اخي. اسالني اجربنا قدامك يا زول. والله انا ما عندي اي مشكله، فول معي. ابدا. والله شفت قال سكته، قال ربعته، قال ما اعرف عملته شنو. ها؟ من بيت لبيت من حل حله، الحل البقاد ديك جايبه سيرتك يا زول. انت ما راجي، انت شكلك ما راجي يعني. لا لقيت لها حاجه. ها؟ اخي يا اخي يا اخي ما تنتظم يا اخي. يعني شكلك ما قاعد تشتغل ذاتي عشان كذا ذاتها يعني انك انت ما قادر تجيب لها الاكل وتجيب لها الشراب. ها؟ ما قادر؟ انا ذاتي شكلي قايم منك ذات، انا خليت اقول البيت ده. لكن كيف اظن؟ انا هذا غلطان، انا بقعد معك انت التيمه. نفسي اختك واحد، انا هذا فتره في البيت ده. كيف ذا يا اخي؟ اصلا اخر واحد يجي ينصح فيه؟ ها؟ ويتكلم معنا سبق يوم لازم يوم طويل يا حوان طاير وين طلع يا توم بقول يا اخي يا توم اختي يا اخي الحمد لله لقيتك ساكت. انت قاعده ليه هنا ساكت؟ انا ما قاعده ساكت معي. انت جلعوبه ده ما قاعد عارفاه؟ ها مالو؟ الجلعوبه ده مرمي وما نافع، خليك تخاتيه. لا الجلعوبه ده كويس. الجلعوبه ده كويس؟ وشاف الكويسية ذات وين؟ لا والله الله يقول مين يا زول راجل. انا شايفه بعيني دي عنده تلفون خدته في خرم ورا الدولاب بينقنق، وانا ذات شاكي فيه. شاكي شنو؟ يا زول ما تخليني اقوله. حقول شنو يعني؟ يا توما الزول ده داري عرس. يعرس كيفين يعني؟ وغالي يا يما. اعمل حسابي غايت ماشي وصيتي. دي سمسمية حمودي ده. كيف ياكلت؟ هاي حمودي انا دي سمسمية. اندومي سكر فيه؟ اندومي اديك سكر؟ اها انت كويس يا كيفتر؟ اها ايه يا توم كيف حالك يا اخي؟ الدكان نور والله. اها يا اخي اسمع الدكان نور الحمد لله تمام؟ اخبارك؟ كده 1200 1200 لكن عشانك انت الف خلاص سجلني عندنا تمام يا زلمة خلاص ما فرقت وسجلني وتجيني ان شاء الله تمام عديله طب قلت له الحاصل شنو انت اللي عارفه ها الزول ده ما يا اخي الزول ده ما حرام يا اخي ما ذاك تلفيت لا حسن يا توم سرق الزول ده الدرب زمان انتهى كله يا اخي ترى انت ما بتعرفه توم قال جاي في مقاله تعد بنيه ولا قروش وشطه فات يا اخي انت البرد انا انت بتعرف الدنيا يا توم الزول امام الحله دي امام المسجد يا اخي يا توم الكلام ده عيب عليك والله انا ما قايلك كده انا صراحة ما قايلك كده عالم ما عندها دم استغفر الله بس يا لغو يا اخي اسمع يا اخي انت سيف طبعا الله يا اخي ما الزوج فوق مرته يا اخي يا اخي والله انت ما شاء الله زوجي يسمح خلاص يا حاج انا مرقت من يوم من اللي زاج ده يلا ما اتكلم يا اخي اسمع كلامي
وشيل لك كفتي. هذا الكفتي القاخص والحرامي يا اخي، يا اخي بيكتب حاجات ما في محلها وبيسجل اشياء ما في حقها. يا حاج انا لا مالك حاج، ما تجوز فوق راسي يا حاج. يا اخي انا ما اريد واحد. اسمعني يا اخي، فهمني؟ قاعد تلاوي هنا ما عارف الحاصل في حلة شنو؟ أصلي ما عارف غاين الكرنو بديت يا عينو الصمت نعم يا أخي الجميلة كابين فيها بيزنس يا أخي. الحلة دي حاصل قايمة وقاعدة يا أخي، ما عارف إيش يا توم. هاي طب يا أخي، يا أخي ما قلنا لك يا يا اخي، ناس الحلة دي برا يا اخي، الضبش عمل، الضبش سوى، الضبش بيبيع، الضبش بيهرب، الضبش يا توم بعدين في اشياء كثيرة حاصلة يا اخي. عليك الله سيبنا يا توم. توم يا اخي بالكامل يا اخي، اسمع اقول لك حاجة يا اخي، اللي حاصل كثير جدا. انت زول اخو بتاع قعدات ونظامات يا اخي، ليك يا اخو الدنيا صيام يا اخي. ها؟ طيب ليه قلت لي شغل يا اخي انت؟ لا لا زين ده زين بتاع الصيام ده. يا اخي زاد تقول يا اخي بعد الفترة قاعد جاد معناته وانا حاسس الصيام ده. يا اخي يا العيد يا اخي، انا قايل العيد يا اخي يا اخي بعد ده ايش بعد ده عرف الحق الكعك والحلاوة صلاة العيد سريع سريع يا اخي، لازم يا اخي لازم يا اخي. عليك يا اخي والحمد لله انتهينا من 30 يوم بتاع رمضان. هذا رمضان هنا، هذا رمضان، هذا رمضان كنت، هذا رمضان هذا 8 يوم 7 يوم، هذا نحن صايمين وزهجانين وقرفان، هذا المبارك معنا والدنيا الحمد لله عيد. هذا العيد هنا، هذا المطرطش يا اخي. انت ما عارف يا اخي، يا اخي انت سامعك سامع صوت النوبه شغاله دي يا اخي، والناس في العيد يا اخي كبروا الهي سامع. انت هو جاي منين؟ يا اخي انا ما جاي من ضبش، جاي من ضبش عشان قاعد انت بغبش بك. يا اخي دقيقة يا اخي، يا اخي ما تفهم يا اخي، يا اخي يا اخي فريق ده محل ده يا حلو العيد يا ابو ماجد يا اخي. العيد جاهزين جاهزين الله يسلمك. عمرنا العيد يطلب فينا ذي ها يقتلني يا اخي، بس تنبه يا اخي انسى انسى عيد كيف يعني، عيد كيف عيد بطريقه زي دي. ها يجيني الله يطلعوا معاي لا أطوقف بكوري كده. هيلو مالك هاتم عد عدك كريب والله هنا في الشارع والله انقلبت بك عربية. لا والله يدي ضربة بطاحة ساهي. دكتور ما بيقبلك هاتو. دكتور ما بيقبلك، ما دي سجدك بسج معاي من الصباح يا أخي. لا يا عم فتة كيف أنا ضربات يا لا لا مفكة للسعران أنا عاكم. طب
ها اخوي الحله جديد فيها شنو؟ سيطر الحله النهار كله. مالك بقيت بامبريشر؟